نحن مع وحدة العراق، نحن مع الفيدرالية الإدارية لكل محافظة من أجل تقوية وتعزيز الوحدة العراقية. نرفض وجود الاحتلال في داخل العراق. نتمنى من كل عراقي أن يصوت لهذه الانتخابات من أجل إزاحة الاحتلال من بلدنا. الجانب النسوي هو من أهم شيء بالانتخابات، يعني المرأة تمثل، نعم، يعني المرأة تمثل مكان مهم بالانتخابات. ناجم من البداية. التسجيل كان سياسي، شلون مو معروف؟ موقفنا يعني أكيد معروف إنه الاحتلال ما يرتضي أي عراقي. ولكن نحن منطقيين، يعني يجب أن نفكر بالمنطق، أنه الظرف الحالي ضمن هذه الفوضى لا يمكن. الآن المبرر لبقائهم يقول لك أنه الحكومة الانتقالية أو الحكومة الحالية هي تطلبنا في لمساعدتهم. رحمة الله عليك، رحمة الله عليك.